يعني it seems well organized. طبعا احنا لسه في نص اليوم بس انا شايفه ان في كوادر كويسه بتيجي بتدي الانستراكشنز. شايفه ان هو قدر ان هو يجمع فئات كتيره من المستوى القانوني سواء على محامين او متدربين او محكمين او حتى لو ستودنتس. فكل ده بيملى الجاب اللي ما بين اليونيفرستي والثيوريتيكال ستاديز اللي احنا بنعملها والبراكتيكال لايف. هو لا يعني I love it واتمنى دايما ان يعني لو توكس يتعمل كتير الفتره الجايه حتى مش لازم كل فتره بعيده لا بالعكس على فترات قصيره ويبقى برضو في ورك شوبس متنوعه اكتر من كده بس لا انا شايفه ان هو it's good. طالب ممكن يعمل ايه عشان يقدر ينزل يواكب سوق العمل؟ دايما انا بنصح continuous study دايما يشتغل على نفسه يذاكر على نفسه طبعا يحضر ورك شوبس يحضر ايفنتس ينزل انترنشيبس مكاتب يذاكر دايما يقرا في ماجازينز كتير زي لو ماجازين وماجازين كتير قوي طلعت السوق دلوقتي ايجيبت اويل اند جاز لو توداي انسان كل ده ماجازينز كتيره نزلت السوق يقراها ويتعلم ويشوف المواضيع يعني مثلا النهارده كان في مواضيع جديدة خالص زي مثلا الـ International Investment Law. So لو هو مش عارف ايه هو الـ International Investment Law لا انا هروح بقى وابحث فيها واذاكرها فهو دايما الـ Self Studying والـ Continuous Studying هو طريقه للنجاح. ايه رأيك ان يبقى في مواد قانون بتدرس في المدارس عشان الطالب يبقى عنده خلفية اكتر عن القانون وكده يعني ايه رأيك في الموضوع ده؟ تمام هو نقطة حلوة جدا يعني فكرة ان يبقى في مواد قانونية حلوة بس طبعا ما تبقاش مواد قانونية بالمعنى الحرفي ممكن احنا ندرس له مثلا الـ human rights الـ political rights فيبقى هو عارف حتى even لو ما دخلش law school يبقى عارف ايه حقوقه والتزاماته وعارف ايه حقوقه السياسية سواء بقى فلما يجي يطلع بقى وحتى لو هو دكتور او مهندس مش لاير هيبقى عارف ايه هي حقوقه ويمارسها صح ويبقى عارف ان في ليجل فريم ورك الدوله ماشيه فيه فانا بؤيد فعلا بشده الموضوع ده وكمان انا يعني نفسي كمان هتدرس انجلش وعربي. رو تي في تعتبر القناه الاولى من نوعها الفريده سواء بقى على الانترميديت ليفل بتاع المحامين انا يعني جيت سربرايزد ان انا لقيت هنا ان القناه موجوده ان في شباب اللي عاملها يعني دون ذكر اسماء الفاونديشنز بس الفكره لا انا عاجباني جدا الفكره دي بتقلل حاجات كتير جدا بتقلل الجاب الفجوه اللي ما بين الطلبه حتى لو ناس في اقاليم مش عارفين يجوا الايفنتات لا هو يجي اونلاين على طول اليوتيوب يفتحها ينزل سواء فيسبوك او يوتيوب لا فكره رائعه جدا ويعني بشكر منشئها واللي فكر فيها وبتمنى فعلا ان هي تقدم الماتيريالز اللي احنا عايزينها فعلا توصل يعني انا اهم حاجه that's my advice يعني انه تكون فعلا بتوصل للطلبه الكونتنت اللي هم هيستفيدوا بيه على المستوى العلمي والعملي بتاعهم في المستقبل فلا it's a very good step و I encourage media حتى ميديا لو دلوقتي في مصر و intellectual property rights أخدة ترند حيز مهم وكويس في المجتمع فلا it's a very good very very good step. احنا دلوقتي كشباب بنحب الميديا اكتر من احنا نقرا كتاب يعني we are not going to the library لا instead احنا هنفتح اليوتيوب ونقرا فان انا نفتح قناة مفيدة علمية دي يعني it's a very good step.